أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. وصلنا إلى مجموعة وصلت إلينا مجموعة من الأنباء الداخلية تعلن نجاح أمني منقطع النظير في تطبيق الخطة الأمنية لحماية العملية الانتخابية في عموم محافظات العراق بحسب اللواء سعد معن، وتسجيل 80 شكوى انتخابية في إقليم كردستان مقتدى الصدر لأنصاره بعد انتهاء العملية الانتخابية اضبطوا النفس تحلوا بالروح الرياضية. مفوضية أربيل بإمكان القوائم الحصول على النتائج الأولية مساء هذا اليوم، بالإضافة إلى أن نسبة التصويت في ذي قار بحسب المفوضية وصلت إلى 40%. مفوضية حقوق الإنسان نسبة الاقتراع في عموم العراق بلغت 37%. أما في الشرقاط فوصلت نسبة المشاركة إلى 54%. وبالأرقام فكان عدد الناخبين 62,599 ناخب. في الجانب الأيسر صوت 25,542، وفي الجانب الأيمن صوت 37,075 ناخب. أما محافظ صلاح الدين الدكتور أحمد عبد الله عبد فأشاد بالخطة الأمنية وأعلن نجاحها لحماية الانتخابات، وبهذا يتقدم بالشكر لكافة الأجهزة الأمنية وقيادة الشرطة المحافظة والحشد الشعبي التي شاركت في إنجاح الخطة الأمنية التي استعدت لحماية الانتخابات، والتي من خلالها اختارها لصلاح الدين من سيمثلهم تحت قبة البرلمان. وأخيرا حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي يقول أن الاقتراع العام نجحت القوات الأمنية في حمايته وأفشلت جميع محاولات الإرهاب في هذا اليوم بعد عدد من التهديدات، وهذا اليوم التاريخي حصل نصر بحماية العملية الديمقراطية، والمواطنين استطاعوا من الذهاب بحرية وانتخاب من يمثلهم. معي على الهاتف الإعلامية دنيا علي من قضاء الدور. أهلا بك دنيا. أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني اطلعينا على أهم الأحداث التي جرت اليوم في قضاء الدور أثناء عملية التصويت العام. احنا في قضاء الدور المجمع السكني، لان احنا اليوم ما خلونا اصلا نفوت للدور، لان كانت الحضره التجوال اولا. الحمد لله بدينا الصبح بالاول ما رحنا يعني على الانتخابات، سجلت نسبه المشاركه في عموم العراق بين ال 40 لل 35، وهي نسبه اقل منذ عام 2013، ولعل من ابرز الاسباب اولا حضره التجوال، عطل الجهاز، عدم قراءه الجهاز الكثير من البطاقات، عدم مراكز الاقتراع عن محل سكن الناخبين، يعني لازم اكو سياره تنقلهم من مكان الى مكان، هي اذا هي حضره تجوال استاذ، احنا شلون نقدر ننقلهم؟ يعني الناخب يجي يريد ينتخب ما يطلع اسمه بالدور مو بالمجمع، يخليه يروح البيت يرجع. زين، فاليوم هو يعني اسباب احنا يعني حيل تاذينا بيها، يعني اول انتخابات اول ما يفوتون خمسه سته الجهاز يعطل. نروح نحولهم بغير جهه يعني بغير مركز. زين هذا المركز واقفين عليه فد 15، ما يصير نروح نوديه غير مركز، لان هو اسمائهم موجوده هنا بهذا المركز اللي هو عطل بيه جهاز. نعم، يعني حدثت نعم. هو كم يعني كم مركز انتخابي موجود في الدور؟ احنا ثلاثه في مجمع السكني، ثلاث مراكز. نعم. وفي نعم وخاصه احنا نعم تفضلي. احنا نعم احنا بالنسبه للاعلاميين يعني اليوم حيل حاربونا. نعم. يعني ما خلونا نفوت نهائيا. يعني نفوت بس ماكو لا تليفون، زين احنا شلون نقدر يعني نسوي لقاء، شلون نقدر يعني نشوف الجهاز العاطل، ما يخلونا مبتعدين، ما اعرف شنو السبب يعني. يعني حددوكم في مراكز معينه ام انتم لكم الحريه تتنقلون بين المراكز؟ لا احنا ان الحريه احنا نتجول، لان هويتنا احنا الباجنه خاصه بالاعلام. نعم. يعني احنا اليوم رحت للدور، انا الدور ما استقبلوني، قالوا لي انت اول سيطره نفوتك، ثاني سيطره ترجعك، ثالث سيطره ترجعك، قلت لهم عاد احنا شنو ذنبنا، وين نروح الاعلاميين؟ شلون راح نتجول ناخذ راحتنا نشوف يعني نباور يعني كان اكو مضايقات على الاعلاميين. اي دري مضايقات كل شوي اليوم على الاعلام. نعم. وبعدين احنا نشكر استاذ براء قيمقام قضاء الدور، اجى حضر للمجمع السكني. نعم. ويعني التقى بالمواطنين وحل مشاكل لهم كثيره. مشكور. نعم. استاذ براء اليوم يعني حل واي مشاكل بالنسبه للمجمع زين السكني. زين هل شاهدتم يعني بعض او وقفتوا على بعض الحالات التزوير؟ احنا سمعنا في بعض الأقضية
والنواحي صار حالات تزوير كبيرة في بعض المراكز. والله أنا كإعلامية ما شفت التزوير، ليش نعم يعني واحد ما شفنا تزوير؟ يعني بالعكس الناس يعني واكثرهم جو الحشد انتخبوا، جو يعني ناس من سامر انتخبوا طالع اسمهم هنا بالمجمع، جو من الدور. فأنا هذا الشيء ما شفت يعني مال تزوير، لا والله يعني بالعكس هم اليوم يعني الامن منتشر والنظام حلو، هاي بالنسبه للمجمع يعني انا اللي شفته. نعم يعني الصبح كان الناس نسبه كلش قليله، فاكثر شيء النسبه صارت من ورا ال 11. نعم نعم يعني نسبة يعني نقول للأربعين للخمسة وثلاثين يعني نسبة صلاح الدين. شكرا جزيلا للإعلامية دنيا علي من قضاء الدر. نعود لنذكر ببعض الأنباء الواردة. الداخلية تعلن نجاح قواتها الأمنية بنجاح منقطع النظير في حماية العملية الانتخابية في يوم التصويت العام للانتخابات البرلمانية. تسجيل 80 شكوى فقط في إقليم كردستان لشكوى انتخابية طبعا، بالإضافة إلى إعلان مقتدى الصدر لأنصاره بعد انتهاء الانتخابات: اضبط النفس وتحلوا بروح رياضية. مفوضية أربيل: بإمكان القوائم الحصول على النتائج الأولية مساء هذا اليوم. مفوضية ذي قار: نسبة التصويت بلغت 40%. مفوضية حقوق الإنسان: نسبة الاقتراع في عموم العراق بلغت 37%، بينما في الشرقاط 54%، وبلغت الحصيلة الإجمالية بعدد 62599 ناخب. في الجانب الأيسر بلغت 25542 ناخب، وفي الجانب الأيمن 37075 ناخب. بهذا أعزائي المشاهدين، لا تفصلنا إلا ساعات قليلة لمعرفة نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2018.